صباح الخير ورمضان المبارك سعيد. مرحبا بكم معايا فيديو جديد مع وصفه جديده. واليوم غادي نحضر معكم هاد لاسوب ديال الخضر، صحيه وسهله وكتجي بنينه بزاف. في الطنجره العاديه غندير نص كاس صغير ديال زيت نباتيه وزيت البلديه مخلطه، وغندير بصله كبيره مقطعه قطع صغيره، ومطيشه حتى هي مقطعه قطع صغيره. هنا غادي نضيف التوابل، الملح، فلفل اسود، فلفل احمر، كركم، زنجبيل والكمون. غنزيد عليهم معلقه كبيره تقريبا ما عامراش ديال المركز الطماطم، المهم هي اختياريه يعني ماشي بالضروره ديروها. وغنخلي هذا الشيء كامل يتقلى مزيان حتى تبدا ديك البصله تقريبا كتذوب هي ومطيشه، حتى غنزيد المقادير اللي بقات. بالنسبه للخضره اللي درت انا هي هذه، درت جوج خيزوات كبار، جوج كرات الخضره والكرعه الحمراء والبطاطا. الا بغيتو ديروا خضره اخرى ديروها، انا غير حيت ضربهم اللي كيزوني صراحه بزاف ديك هما اللي درتهم. المهم غنزيدهم في هذه المرحله، وغنزيد معاهم لتر ديال الماء. الا درتو خضره اكثر فاكيد غادي تزيدوا الماء اكثر. وغنضيف الكرافس، كيعطيها صراحه واحد المذاق زوين بزاف. المهم كيكون على هذا الشكل ماشي مقطع، حيت في الاخر قبل ما نطحنوها غادي نحيدوه. وصافي كنخليها طيب على خاطرها، حيت غير الخضره يعني ما كتعطلش بزاف في الطياب. هنا من بعد ما طابت ديال الخضره كامله غادي نطحنها. المهم الا ما كانش عندكم هذا يمكن لكم تطحنوها في مولينكس. وكيف قلت لكم يعني قبل ما نطحنوها ضروري كنحيدو داك الكرافس ما كيتطحنش معاها. هنا غادي نضيف معلقه كبيره ديال الدقيق الابيض فورس، وثلاثه الفرماجات. لما كانش عندكم هذا الفرماج المثلث كليكم تضيفوا كيغي، ممكن تضيفوا ثلاثه ولا جوج، وصراحه كتعطيها واحد اللذه زوينه بزاف. كنعاود نطحن داك الشيء غير شويه باش داك الدقيق والفرماج يمتزج ليا مع لاسوب، وكنرجعوا فوق البوطه جوج دقائق غير باش يطيب ليا داك الدقيق. وهذه هي لاسوب، صراحه كتجي زوينه ولذيذه بزاف، فريمون كنصحكم تجربوها. وبالصحه والراحه.